اول حاجه شفت راسي في المرايه، جيت نسولكم شوفوا عيني انا راه كيشربوا الكحل وكيوليو حمرين عينيا من الداخل، شفتوه ما عرفتش علاش، مي عينيا حساس لواحد الدرجه كبيره بزاف. الصراحه شحال هادي ما درتش الكحل، كي جاكم عينيا بالكحله داكشي زوين. داكشي بلد يا اختي كحيحله، والسواك يا سلام، حقا انا ما دايرش السواك. وجهي انتم تشوفوا البشره ديالي الحمد لله ولات كترجع لها النضاره ديالها من بعد داك المرض وفقر الدم، نتوما راه كتعرفوا فقر الدم وزعما دوك المضاعفات ديالو. ايوا الحمد لله الحمد لله. يلا اختي نكملوا لا فيديو. واخيرا المرحله اللي كنحمق عليها اختي فيها الروائح الزوينه اللي هي جافيل اختي، وخا ديري صاني كرو وخا ديري اللي درتي جافيل لا يعلى عليها. غادي ندير دابا جافيل هاد المرحله اللي كنحمق عليها، هذا هو رفيق الدرب. حنا العيالات راه مزوجين بالرجالات، راه مزوجين بالكروطة والجفاف والشطابة وجافيل وصاني كرو وحتيت هادو ما من عمرهم. المهم غادي ندير دابا جافيل، قررت انني غنحك بعدا الكوزينه الارضيه ديال الكوزينه نفيقها هي الاولى قبل ما تفيق الانسيه، حيت ما بغيتش نزلك الكليه كامله وتفيق الانسيه خصني نمشي نبدل ليها ونوكلها ونشطيها وخصها هاد الحوايج تشوفو معايا. المهم نفيق بعدا الكوزينه عاد باش ننتقل للبلايص الاخرى اللي ما نحتاجش فيهم الماء، باش ملي نسالي غنحك الدار كامله بجافيل والصابون والكرا وغنهبط من الدرج الفوقاني حتى التحتاني، نكملو بعد الشقة. ودابا غير الكوزينه باش نتبنى من الكوزينه. جابوا على قبل واحد الاكواريوم غادي يكون في بيت الناس، ما عرفت منين جابوا، ما عجبش راهم وقالوا شوف كيفاش دايرين وشحال تقال باش كيديرهم في الاكواريوم الداخل. شحال ما تنحمش نقيس لي حاجه تهرس بحال. المهم الكوزينه اخيرا تنقات وتفرشات. المهم هنا عندي واحد المجرى كيعجبني نغطيها بهذيك الطابيه الثانيه وصافي، يعني كل شيء نقي بريحة جافيل وريحة الخل. يا سلام هاد الكرسي واش خصني نقطو وهداك التفاصيل وصافي. ساليت الكوزينة، دابا غادي نمشي نشوف جوايع اخرى نطلب بعدا على سيليا واش فاقت، اذا كانت مازال ما فاقتش غنمشي نطوي الحوايج حيت فغيما ما كتخلينيش نطوي الحوايج، اللي طويته كدير لها ويو كتجبدها ليا من المريو كدير لها ويو.
كنسى لي حوايجي انا والحب انا وعادل بقاو لي ديال سيليا شوف هادشي كله غير تصبن خليه لي عند انايا في هاد البلاكار خصني نجبد كلشي عاد نبدا ثاني نقاد شوف شحال بونجور شو منين ولات تهبط بنتي حيدات تقيشره وانسخ ماما بونزوغ العمر بونزوغ لبسنيكي اي لبسك بانتوفا واخا يلا هزي تنبت الحوايج مدلك هوزه مدلك هوزه مدلك هوزه مدلك هوزه شو الفرحه بيزو ماما بيزو بيزو وبيزو وبيزو يلا بيزو معا بيزو ديري ماما بيزو واه بيزو بيزو مره اخرى تتوفا قالت لي تتوفا قولي بانتوفا باتوف باتوف بلاتي ما لبسوش باتوف انتي باغي غير تلعبي اجي تنبت الحوايج قولي بانتوفا باتوف دابا غنبت الحوايجنا وندهن السعيل ونمستو المهم انا اصلا وجدت لها هنايا ما تلبس الصباح صون عليا عادل وتحبس الفيديو دابا غنبدل الاموره ديالي العمر الكبيد يلا هاش شحنت لي الرينغ لايت يخلي لي بنتي انا يخلي لي الكبيده يخلي لي الكبيده انا يخلي لي الكبيده الكبيده العميه يلا هاش ديري وي
واخيرا البنات نهار شحال كان طويل هنا خديت هاد لوجيل ديال الالويفيرا باش نتهلاو اختي في راسنا. جوج ديال المكونات كاينين في جميع البيوت المغربيه. اذا ما عندكمش هاد لوجيل ديال الالويفيرا غتاخذوا لالا ما ورد وغتاخذوا نسكافي ساشي ديال نسكافي. اختي كدير غير درهم الا ما عندكش قريعه ولا ما عندكش قهوه في الدار. ساشي ديال نسكافي كدير غير درهم. انا خديت نسكافي عندي هاد القريعه هذه الصغيره غناخذ منها واحد شويه واحد الكميه اللي غتكفيني ديال خطره وحده. غندير فهاديك الزليفه اللي شفتو معايا ونخلطها مع لوجيل ديال الالويفيرا. كيف ما قلت لكم لوجيل ديال الالويفيرا راه تقدروا ترومبلاسيوه غير بالماء ورد اولا ماء الزهر. هادو بجوج راهم بحالهم بحال هاد لوجيل ديال الالويفيرا. انا ما عنديش ما ورد استعملت هاد الجيل هذا وكنحاول انني اي حاجه بغيت نستعملها لوجهي يكون فيها الالويفيرا. علاش؟ حيت عندي واحد لاغام ديجا ديال الالويفيرا. يا اما كنستعمل كندير 3 جوغ ديال المكونات ديال الحاجات كاملين ديال الالويفيرا وكندير 3 جوغ الاخرى كنديرها بالمكونات ديال الفيتامين سي اولا بالمنتوجات اللي فيهم الفيتامين سي. هنايا كنخلط واحد الرويحه يا البنات واحد الرويحه غزاله. انا كنحمق على ريحه نيسكافي وكنحمق على ريحه القهوه اون جينيرال. هنايا غتشوفوني غنبدا نابليكي على وجهي وغادي فين ما غتبان ليا شي بلاصه نشفات كنعاود نابليكي عليها. فين ما غتبان ليا شي بلاصه نشفات غنعاود نابليكي عليها حتى غنسالي ديك الكميه كامله اللي عندي ديال الماسك. هنايا ضحكت على راسي بعدا وسخت البيجامه. جيت نشوف البيجامه طاحت ليا البانسو طاحت ليا البانسو في الارض. المهم ماشي مشكل من بعد غادي نبدل البيجامه ماشي مشكل. كيف ما قلت لكم كنعاود نابليكي على نفس البلاصه بزاف ديال المرات حتى كنسالي هذاك الخليط كله اللي عندي. راكم غديروا غير راس المعلقه البنات غير راس معلقه ديال النسكافي وغديروا راس معلقه ديال الجيل الالويفيرا اولا راس معلقه ديال يعني معلقه ما عامرهش ديال الماء ورد باش ما يجيش الخليط سايح اكثر من القياس. غادي تبقاو تابليكيو ومن بعد ما كتبان لكم بلاصه نشفات كتعاودوا حتى كتكملوا داك الخليط اللي عندكم كله. راه هو اصلا كيكون يلاه الحد القد في الحد زعما الحد في القد ونافع بزاف بالنسبه للقهوه ولا نسكافي. انا درت القهوه سريعه الذوبان انا ولا نسكافي. عندي حتى القهوه الاخرى ما اليوم قررت انني ندير نسكافي. راه بجوج بهم البنات فيهم واحد المنافع بالنسبه للبشره. راكم كتعرفوا المنافع ديال الكافيين بالنسبه للبشره غزاله بزاف. والمهم نخليكم مع لا فيديو. غادي نخليه في وجهي المده ديال 10 ديال الدقائق ومن بعد غنرجعوا باش غنغسلوا بلوجيل نيتوايون ديال الالويفيرا حيت انا قلت لكم شنو كندير بالنسبه للبشره ديال وجهي. وبالنسبه للبنات اللي سولوني كيفاش درتي تحيتي البقع ديال الحبوب، البنات انا بالنسبه للحبوب كان عندي في واحد الفتره في حياتي قبل من الزواج كان عندي واحد الحبوب غليظ بزاف بالنسبه لوجهي. اذا بغيتو نعاود لكم القصه ديالي معاه بالشباب والقصه ديالي كيفاش تفكيت منه كيفاش تعالجت منه بطريقه ما خليت اطباء ما خليت الدواء ديال الطبيب الجلد ما خليت ما درت صراحه. وكاينه طريقه اللي هي سهله باش تعالجت منه. ومن بعد وليت كنتهلا في وجهي بالوصفات الطبيعيه بحال هكا كنشري دي ماسك واجدين بزاف ديال الامور. اذا بغيتو نعاود لكم القصه بلي ديتاي خليوها لي في لي كومونتير البنات. بالنسبه للوصفات الطبيعيه ان شاء الله اللي كندير وجهي راه كل نهار غندير لكم كل فيديو غنحاول ندير لكم وصفه طبيعيه فيه اللي غادي نستعملها بالنسبه لوجهي. وهذا ما كان البنات نخليكم على فيديو نكملوا اشنو بقى مازال مورا هذا الفيديو. انا الحس ديك الزلافه ما خليت فيها حتى قطره 10 دقائق البنات جيت باش نغسل وجهي بهذا لوجيل نيتوايون ديال الالويفيرا. النصيحه اللي بغيت نقول لكم البنات راه الا بغيتي تهلاي في وجهك انا راه كنت كنشطح مع الموسيقى. الا بغيتي تهلاي في وجهك راه ماشي بالضروره يكون عندك الامكانيات. انا اختكم كنت كندير قماج بفرماجه ديال درهم كنمشي للحانوت عندي درهم تنشري فرماجه تنجي تنديرها لوجهي كنخليها كنابليكيها على وجهي بوحدي تا فرماجه كنخليها حتى كتقرب تنشف يعني كنحس بها بدات كتنشف وكنقومي بها وجهي وكان وجهي نقي
وزويون، يعني ماشي بالضروره يكونوا عندي امكانيات، نقدر ندير مساج لوجهي غير بزيت العود، نقدر ابسط 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 حاجه عندي في الدار نقدر ندير بها لوجهي ماسك. ما تبقاوش تسناو البنات حتى تشريو لي برودوي اللي هما غاليين، ولا حتى تشريو لي برودوي اللي هما نتوما ما واصلينش ليهم يعني في الامكانيات، اولا ما كاينش محلات اللي فيهم لي برودوي اللي هما زوينين في البلاصه اللي انت ساكنه فيها. تقدري بابسط الامكانيات انك تهلاي في وجهك. وما تنساوش البنات راه حتى بالحاجه الطبيعيه بحال الخضره حتى هي راه كيداروا بها وصفات غزالين بالنسبه للوجه، ماشي بالضروره حتى يكون عندكم الفلوس اولا حتى يكون متوفر كلشي في الدار. هنا يا البنات بالنسبه لهذا الزيت هذا ديال فيتامين سي، واذا عندكم ليمون يعني اورانج ماشي الحامض، ليمون برتقال، عندكم برتقاله في الدار اولا ليمونه غتعصروها وغديروا بها نفس الحاجه اللي كندير انا دابا بهذا الزيت هذا، مساج الوجه بالعصير ديال الليمونه. ما تعصروش ما ديريش عصير ليمونه كامله، غتعصري غير نص ليمونه وغديري معاه الزيت البلديه وغديري به ان بيتي مساج لوجهك اللي فيه فحال فحال غير هذا الزيت ديال فيتامين سي مستخلص من الحاجات اللي فيهم فيتامين سي، وانتي غتاخديها فخيش عندك في الدار وغادي ديري على حسب الامكانيات ديالك غتهلاي في وجهك. هذا بالنسبه لفيتامين سي البنات زوين بزاف 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 بالنسبه للوجه. كيف ما قلت لكم انا هنايا ما عنديش، عندي غير الوجه ديال الالويفير، ما عنديش شي زيت ولا شي حاجه فيها الالويفير باش غندير بها مساج، فاستعملت هذا ديال فيتامين سي. حتى هو انا كندير يا اما لي برودوي ديال فيتامين سي يا اما ديال الالويفيرا كيحمقوني بزاف. هذا حتى بالنسبه للشفايف كيرطبهم وما كيخليش دوك التشققات ودوك الجلدات اللي كيكونوا في الفم، فزوين بزاف. بالنسبه لهاد الكريمه البنات ديال سنايل ديال الكولاجين من الباك ديال الكولاجين، انا درت معاه بنتين، كندير معاه بنتين كنخلطو معاه باش منين تنجي ندير اختي في الدار وكنتهلا في راسي، ما كنديرش بالضروره ماشي بالضروره ندير المكياج، مكون واحد كنقدر نتهلا في راسي. بالنسبه للبنات اللي ما عندهمش بنتين كتقدروا ديروا مسحوق ديال الكركديه، غتمشي عند العطار قولي ليه عطيني 5 دراهم ديال مسحوق ديال الكركديه وغديري مع اي كريم عندك كترطبي به وجهك، كريم دو جوغ اولا كريم دو نوي كترطبي به وجهك، وغتبقاي ديري لوجهك اختي منها كتهلاي في وجهك بلا كريم، ومنها كتعطيك واحد اللوين الخديدات السر ديال الله اختي. بالنسبه للمسحوق ديال الكركديه فهو زوين بزاف البنات، وراه كيتستعمل في وصفات طبيعيه، ومازال ان شاء الله غادي نشارك معكم ماسكات به. حتى هو الصراحه كنستعملو انا هنايا دايره معاه بنتين، ما درتش معاه مسحوق ديال الكركديه وكيعطي واحد اللون كيف ما كتشوفوا. ما محتاجاش اختي المكياج، انت اصلا خلقك الله زوينه، انت اصلا خلقك الله بقوصه غزاله ما شاء الله، يعني ماشي بالضروره يكونوا عندي فلوس باش نتهلا في راسي، وماشي بالضروره ندير المكياج باش نبان زوينه، لان حتى واحد ما خلق الله خايب حاشا ولله، الخليقه ديال الله كلها زوينه. هنايا درت شويه حتى لفمي باش كنرطبو وباش كيعطيني داك اللوين الطبيعي. بزاف ديال الناس كيشوفوني مني الله كنكون فايقه من النعاس مازال حتى ما غسلاش وجهي، اولا منين كنكون غسلت وجهي كيقولوا لي كيفاش انت ما دايرش حاليا المكياج واللوين ديال وجهك هكا اولا اللوين ديال فمك هكا. راه البنات بحاجه طبيعيه يعني، وانا شاركت معكم سر من الاسرار اللي كيعطيوك واحد النضاره للبشره بلا مكياج، وهانتوما كتشوفوا النتيجه قدامكم. تجيش زعطوطه وتقول لي انت قديمه ولا انت كترجعي لهاد الحجر القديم ولا شي حاجه، اي اختي انا قديمه، انا متبعه داكشي اللي لقيت عند ماما، لقيت عندها هاد التريكس ديال اليدين والكحل والسواك والعكر ديال 24 ساعه. بالعكس البنات والله العظيم هاد التريكس ما كيخطانيش، جربت بزاف ديال لي كريم بالنسبه لليدين. كنت كناخد كنت كنستعمل باليه حتى هو زوين، مي بالنسبه للبنات الناس اللي على قد الحال واللي متوفر دائما دائما فهو هاد اتريكس رخيص اختي وفي متناول الجميع وزوين بزاف بزاف بزاف. احسن الكريم اللي استعملت ليديا هو اتريكس وما نستغناش عليه وكنحمق عليها اختي. Thank you.
علاش حيدتي الزيف عاوتاني درتي الزيف، حيت الشعر ديالي البنات هاد اليامات كنتهلا فيه بواحد الدقيقه واحد الزيوت اللي غنشاركهم معكم من بعد. انا بالنسبه ليا كنت بغا نقطع شعري الصراحه، وكنت بغا نقصرو بزاف حتى لهنايا ولا المهم كنت بغا نقص منه، ولكن عادين قال لي لا ثم لا ثم لا، ما خلانيش صراحه. تناقشت انا وياه على هذا الموضوع مرارا وتكرارا، قلنا طب في الاخر كيطلع هو الرابح بحال ديما. داكشي علاش ما قطعتوش البنات، مي ما حدي ما قطعتوش. قلت علاش لا، اللي ما نتهلاش فيه لان كيعذبني بالمشيط، كيعذبني بالتصايب بزاف ديال الامور، وقلت علاش لا اللي ما نتهلاش فيه في عوض انني نقطعو باش نرتاح اولا باش يولي قصير ونغلب عليه، نتهلا فيه باش حتى هو يعطيني لي فيه يكون زوين. هادشي علاش. والزيوت اللي كنديرهم لشعري غنشاركهم معكم عما قريب، راه شاركت معكم وحده اللي هي تريتشوب، وعندي السيروم الاخر الكحل ديال الكولاجين حتى هو زوين بزاف، ولكن صايبت واحد الدقيقه عليه يدي. نعم ماما، مامو نعم مامو وي خسر ليك، واخا انا جايه. واحد الدقيقه ديال العشوب غزالين غزالين غزالين، غنشاركهم معكم ان شاء الله في الفيديوهات الجايين. اذا كنتو انتريسي قولوها لي في لي كومونتير، وباي باي سيلي غتخوي لي الماء باي. احبابي هذا ما كان بالنسبه للفيديو ديال اليوم، كنتمنى انه يكون الاعجاب ديالكم، ما تنساونيش ملي لايك ديالكم وملي كومونتير زوينين في حالكم، وانكم تبارطاجيو القناه مع اصحابكم وصحاباتكم. واذا كنتي جديد على القناه ما تنسيش انك تضغطي على زر الاشتراك وتفعلي زر الجرس باش يوصلك كل جديد بالنسبه للفيديو ديالي. المهم ها نتوما مكياج صوم مكياج اختي، هكا كنحاول نتهلا في راسي او ميم طون كنجمع داري وكنقادها وكنتول وكلشي. دابا وصل الوقت عادي، ديجا انا راه الطاجين ديالي كيطيب. نهاركم مبروك احبابي، وتهلاو لي في راسكم، بيزو كبيره ليكم، باي.